بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنكمل على نفس الموضوع بتاعنا. بسرعة كده هفكرك، إحنا بدأنا نشتغل على الديزاين أوف ميتاليك بريدج أو تصميم الكباري المعدنية. قسمنا الشغل بتاعنا لخطوات، وطبعا كعادة أي مشروع ستيل بنبدأ بلاي أوت. رحنا أول حاجة من سيكشنين، رسمنا لاي أوت للكباري بتاعتنا، ووقتها اتعرفنا على أنواع الكباري والدايمنشن بتاعتها، سواء كوبري ديك او كوبري بني، سنجل تراك او دبل تراك، وعرفنا ازاي بنحسب الابعاد بتاعت اي كوبري من مجرد ما اسمع النوع بتاعه. بدانا الاسبوع اللي فات نتكلم على الديزاين للبريدج كومبوننت، واتكلمنا بالتحديد على الديزاين اوف فلور بيمز، او اللي كان مقصود بيها وقتها السترينجرز اللي هي الكمرات اللي شايله التراك بتاع السكه الحديد نفسه. النهارده ان شاء الله هندخل على تاني نوع من الـ او تاني كومبوننت من الحاجات المكونات بتاعه الكوبري بتاعتنا، وهي الكروس جيردرز. واحنا برضو زي ما شايف احنا بنسميها برضو ايه، من الفلور بيمز. كل الحاجات دي الحاجات اللي بتكون الديك او السطح اللي الكوبري او القطر بتاعنا هيتحرك عليه. بسرعه كده نبص على ال 3D اللي كنا عاملينه الاسبوع اللي فات. الشكل ده كده بيوضح الكوبري بتاعنا. الكمرات المين جيردر هي اللي باللون الاسود ده، باللون الاحمر دي الكروس جيردرز، عليها بعد كده السترينجرز اللي هي شايله التراك زي ما هو باين في الكروس سكشن اللي موجود قدامك كده. التراك بتاعك بيكون عباره عن ريلز وسليفرز او فرانكات يعني، وعشان كده كان لازم تحت كل تراك الاقي فيه عندي 2 سترينجر، السبان بتاعهم او المسافه ما بينهم 1.8 متر، دي كانت مسافه ستاندرد ما بتتغيرش. وبالتالي على حسب الكوبري بتاعي، لو الكوبري بتاعي سنجل تراك او دبل تراك، او على الاساس ده اقدر احسب منه العرض بتاع الكوبري. طب ليه عرض الكوبري مهم النهارده يا باشمهندس وبنعمل عليه ستريس كده واحنا بنتكلم؟ لانه ببساطه وانا رايح اصمم الكروس جيردر بتاعتي يهمني ان انا اعرف الاستاتيكال سيستم بتاعها، واللي هو زي ما هو واضح في الشكل قدامك كده ان هو عباره عن سيمبلي سبورتد بيم، كاميرا بسيطه مرتكزه في النهايات عند على الكروس جيردر. الاسبان بتاعها هو البي او العرض بتاع الكوبري، والقطاع بتاعها بيكون تاني اتقل قطاع في الكوبري بتاعنا، يعني بيكون غالبا من قطاعات ال HEB. والسؤال المعتاد دايما، طب لو انا يا باشمهندس بصمم كروس جيردر واكبر قطاع في ال HEB ما جابش، الحل على طول تروح تعمل بيلت اب سكشن، تجيب انت بلتات وتفصل منها فلانجات وويب لحد ما تشيل الاحمال اللي موجوده عندك. لو جينا نتكلم على اللود ترانسفير بتاعنا كده، هنلاقي طبعا ان حمل القطر او العجل بيروح على طول للريلز، منها بيروح للسليبر او الفلانكات، بعد كده للسترينجرز، بعد كده بيروح للكروس جيردر اللي هي الموضوع بتاعنا بتاع النهارده، وبعد كده للمين جيردر، ومنها للبيرنج او للركائز بتاعت الكوبري. طب طالما هصمم الكروس جيردر زي ما قلنا، وقلنا محتاجين البي بتاعتنا، يبقى بسرعه كده نراجع البي بتاعت الكوبري كنا بنحسبها ازاي. زي ما كنت اقول لك كده، لو انا عندي ديك بريدج وسنجل تراك، يبقى انا زي الحاله اللي قدامنا دي كده. المسافه ما بين الاثنين سترينجر الداخليه دي 1.80 متر زي ما انت شايفها ستاندرد اهو. كنا بنسيب 9.10 يمين 9.10 شمال، عشان كده قال لك البي ب3.6. طيب لو كان دبل تراك يا باشمهندس، يبقى في عندي كمان سكه، في عندي كمان 2 سترينجر، وقلنا وقتها انه لو انا حطيت التراك الثاني على شمال التراك ده كده، يبقى في هنا مسافه فاصله ما بينهم بتبدا من 1.7، دي اقل قيمه او ده المينيموم بتاعنا. طبعا ممكن تزيد عن كده، يعني لو جالك مساله فيها تراك 1.8 والتراك الثاني 1.8 والمسافه بينهم 2 متر، ما عنديش فيها اي مشكله خالص، المهم ما تقلش عن 1.7، لان اقل من 1.7 دي تعمل مشكله في الحركه بتاعت القطرات، القطرين يخبطوا في بعض. فلو اعتبرنا 1.7 اللي هي المسافه المينيموم، هنلاقي ان في الحاله بتاعت دبل تراك وديك بريدج يبقى البي ب7.1 متر. نفس الكلام في الحاله بتاعت البوني بريدج برضو بالنسبه للسنجل تراك والدبل تراك، ولكن اللي هيزيد عندنا هنا ان احنا كنا قلنا المسافه النهائيه دي من اخر سترينجر لحد السنتر بتاع المين جيردر بتكون في حدود من 1.7 لحد 1.9، عشان تكون مسافه تكفي ان يحصل صيانه ويحصل تشغيل بره حدود البراكت اللي احنا بنعمله. عشان كده نلاقي البي بتاعتنا بقت 5.4 بدل 3.6 في حاله السنجل تراك، وبقت 8.9 بدل 7.1 في الحاله بتاعت الدبل تراك. هنكمل على نفس المثال اللي اشتغلنا عليه الاسبوع اللي فات. من البدايه كده احنا شغالين على مثال ريلوي ديك بريدج بليت جيردر
دبل تراك السبان بتاعه 27 متر ديفايدد انتو 9 ايكوال بانلز، يعني 27 متر متقسم لتسع باكيات متساويه، يعني الايه بتاعتي 3 متر، وكان بيستخدم ستيل 44. لو خطوات تصميم الكروس جردر زي خطوات تصميم اي كاميرا في الدنيا، رقم واحد هتحدد الاستاتيكال سيستم بتاعك وتحدد الاسبان، رقم اتنين هتحسب اللودز والماكسيمم سترينج اكشنز، رقم تلاتة هتعمل ديزاين على الكروس سيكشن نتيجة المومنت، وبعد كده تعمل تشيك على الشير ستريس. ولكن اللي هيزيد معانا هنا النهاردة ان احنا هنعمل تشيك على اللاترال تورشنال باكلينج. وبصراحة كده في موضوع اللاترال تورشنال باكلينج في كاميرات الكروس جيردرز، انا عارف ان الدكتور ما قالهاش في المحاضرة وما عملش عليها ستريس، احنا نقولها بسرعة برضو، والدكتور ما قالهاش لانه هو في الغالب التشيك بتاع اللاترال تورشنال باكلينج بالنسبة للكروس جيردر مع قطاع اتش اي بي بيكون سيف، فعشان كده الناس مش متعوده ان هي تعمله دايما، فانا اعرفه لك وفي الاخر هتمشي زي الدكتور. يعني لو الدكتور ما عملش عليه ستريس وما نبهكوش ليه خالص، انت كمان تجاهله في الحسابات ما فيهاش مشكله. اللاترال تورشنال باكلينج تحديدا هيكون لينا قصه كبيره معاه وهتاخده بالتفصيل لما نيجي نتكلم على الديزاين اوف مين جردر، لان هناك بنعمل شكل لاترال تورشنال باكلينج وبيكون هناك مهم وليه تاثير كبير وواضح. هنا رقم واحد كده على الاستيكال سيستم بتاعنا، زي ما قلنا في المقدمة خالص من الأول إنه الكاميرا بتاعتي عبارة عن سيمبلي سبورتد بيم مرتكزة على المين جيردرز، الإسبان بتاعها هو البي العرض بتاع الكوبري. في الحالة بتاعتنا دي إحنا بنتكلم على كوبري ديك ودبل تراك، يبقى البي بسبعة وواحد من عشرة، وطبعا كده أفهم إن هو اعتبر المسافة الداخلية ما بين الاتنين تراك واحد وسبعة من عشرة متر مش واحد وثمانية. الخطوة اللي بعد كده هبدأ أحط الأحمال بتاعتي. طبيعي أنواع الأحمال اللي موجودة عندنا زي ما عرفنا من الأسبوع اللي فات، الأحمال اللي موجودة في الكباري هي الديت لود، الموفينج لود اللي هو حمل القطر، واللي احنا بنحوله لاستاتيك لايف لود عشان خاطر أعرف أحسبه، وبعد كده الديناميك افكت أو الإمباكت بتاع تأثير الحركة ده بنروح ندخله عن طريق الديناميك افكت. فهبدأ أول حاجة كده بالديت لود بتاعنا. هي الكاميرا بتاعتي شايلة ايه في الديد لود ده؟ هتقول لي رقم واحد كعادة اي منشأ في الدنيا ان هو شايل وزن نفسه، يبقى عندي الاون ويت اوف كروس جردر، صحيح ما صممناش القطاع ولكن بناء على خبرة الحل نقدر نفرضه. فهتلاقيه هنا كده في الحالة بتاعت الكروس جردر بيقول لك انت لما تروح تصمم قطاع تقيل زي ده اتش اي بي، فخبرة الحل بتقول انه وزن القطاع ده هيطلع في حدود 300 كيلو جرام على المتر الطولي. طيب شايل ايه تاني في الديد لود؟ هتقول لي شايل السترينجر، شايل التراك اللي فوقها، شايل سترينجر بريسنج. هل هقعد اجمع الحاجات دي تجميعه مفرده كده واوجع دماغي تاني؟ قال لك لا، طب ما احنا نريح دماغنا ونروح ناخد الرياكشن الديد لود من السترينجر، من المثال السابق اللي احنا الاسبوع اللي فات انت صممت السترينجر، طب ما تاخد الرياكشن بتاعها. طب هنحسب الرياكشن ده ازاي؟ هتقول لي هنا كده انا عندي في المكان بتاع السترينجر، لو قلنا مثلا سي ان هو هنا كده على بعد 9 من 10، هتلاقي في عندك باكيتين بالشكل ده كده، باكيه ها قبل الكروس جردر اللي انت بتصممها وباكيه بعدها، ادي باكيات السترينج. فحضرتك هتاخد الباكيتين دول تحملهم ها بالديد لود زي ما انت شايف كده في الرسم اللي قدامنا ده يونيفورم ديستريبيوتد ها، وتحسب الرياكشن عند الركيزه اللي في النص اللي هو الرياكشن اللي هيجي على الكروس جردر بتاعتك. يبقى انا خدت باكيتين اهم قبل وبعد الكروس جردر اللي انا بصممها، اللي هي الكروس جردر اللي في النص دي، هحط عليهم ها السبان بتاعهم اللي هو كان 3 متر، واحط ال دبليو دي اللود بتاعهم اللي هو كان 450 كيلو جرام على المتر الطولي، يعني 45 من 100 طن بالمتر داش. هحسب الرياكشن الديد لود اللي هو الكونسنتريتد لود اللي موجود عندنا على الكاميرا، ها هحسبه بالطريقه بتاعه النسب العكسيه للاطوال. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لو انت حضرتك بتحط لي رياكشن ها في اي مسافه في الكاميرا، فهتقول لي ان الرياكشن في النص ده بيساوي البعد البعيد على الاسبان الكلي. طبعا في الحاله بتاعتنا ده هنا كده مفيش عندي احمال كونسنتريتد، كل الاحمال موزعه، وبالتالي هتقول لي الركيزه اللي هنا دي هتشيل نص الحمل اللي على الكاميرا، يعني دبليو في الاي على 2، ها الركيزه اللي هنا برضه هتشيل نص الحمل على الكاميرا، يعني دبليو في اي على 2، هترجع تضربها في 2 عشان في باكيه قبل وباكيه بعد، يعني هتشيل دبليو في اي باختصار شديد جدا. يبقى هاخد الدبليو اللي موجود على الكاميرا او الحمل بتاعنا مضروب في الاسبان بتاع السترينجر اللي هو بالتلاتة متر، لو طبقت الكلام ده هيطلع الرياكشن بتاعك بواحد 35 من 100 طن. الخطوه اللي بعدها اروح احط السيستم بتاعي ها اللي هو
سيم بي سبورت بيم زي ما انت شايف كده 7.1، احط عليها يونيفورم ديستريبيوتد لود 300 كيلو جرام اللي هو الاون ويت يعني 3 من 10 طن بر متر داش. وفي اماكن السترينجر هروح احط الرياكشن بتاع الديد لود الناتج عن السترينجر اللي هو الواحد 35 من 100. لحد الخطوه دي كده انا معايا ستاكل سيستم عليه الاحمال بتاعتي الديد لود كلها، ما فيش عندي حاجه تانية ناسيها. ابدا على طول احسب المومنت عند نص الاسبان، وشكل المومنت هنا هيكون بارابولا طبعا لانه مزيج من احمال موزعه واحمال كونسنتريتد. هتلاقي المومنت عند نص الاسبان 6.75 متر طن، وهتلاقي الشير عند الركيزه 3.77 طن. ودايما اتعود انت في الورق او في الحل بتاعك في الامتحان تيجي كده تعمل هاتش او تعمل اي علامه مميزه على الناتج بتاعتك عشان لما نيجي نجمع الماكسيمم سترينج اكشن كمان شويه. الخطوه اللي بعدها هتنقل على اللايف لود، والرسمه اللي قدامك دي كده بتفكرك ان ده اللود موديل وتحديدا الويل لود اللي احنا بنتكلم عليه. قلت لك برضو انه ممكن دكتور في الامتحان يجيب لك شكل الحمل ده او نموذج الحمل ده زي ما هو كده، ولكن القيم كلها تضعف، ده اللي هو بيسميه الترين لود اللي احنا بنشتغل عليه، احنا بنسميه الويل لود. باخد القيم اللي هيديها لي واقسمها على اتنين، فلو جابها ويل لود بشتغل مباشرة، لو جابها ترين لود بقسم على اتنين وبكمل عادي خالص. الخطوة بتاعتنا اللي جاية بقى المهم فيها نفهم القصة دي، هو انا هحمل ازاي يا باشمهندس الكروس جردر بتاعتي؟ ركز كده، بقول لك هنا ادي ده مكان السترينجر في الرسمه اللي موجوده قدامنا دي كده، يعني في عندي هنا كده سترينجر قبل الكروس جردر بالشكل ده، وعندي هنا كده ايه سترينجر برضو بعد الكروس جردر، وادي اتجاه الحركه بتاع القطر. اتجاه حركه القطر كان في نفس الاتجاه بتاع اسبان السترينجر، وبالتالي كنت باخد السترينجر بتاعتي دي او الاسبان بتاعي 3 متر ده واروح احمله باللود موديل وافضل احرك اللود موديل عليه يمين وشمال لحد لما اجيب الحالات بتاعت الماكسيمم مومنت والماكسيمم شير. طب في الحاله بتاعت الكروس جردر يا باشمهندس، هو حركه القطر المره دي عموديه على السيستم بتاعي، هحملها ازاي؟ قال لك يبقى انا هعمل زي ما عملت في الرياكشن بتاع الديد لود اللي حسبناه من شويه، هاخد باكيتين من السترينجر، باكيه قبل وباكيه بعد الكروس جردر اللي انا بصممها، وابدا احرك اللود موديل عليها او احط اللود موديل عليها في الوضع اللي يجيب لي الماكسيمم سترينج اكشن اللي هو الماكسيمم رياكشن يعني. يبقى انا عندي السيستم بتاع الكروس جيردر عباره عن سمبل سبورتد بيم عليها 4 رياكشن كونسنتريتد اللي احنا هنسميه ايه؟ ها؟ الرياكشن اللايف لود. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ الراجل هنا اهو اخد باكيتين من السترينجر، باكيه قبل وباكيه بعد، دي كروس جيردر اللي احنا بنصممها اللي هي الكروس جيردر اللي في النص هنا دي. عشان يحط الاحمال بتاعته هياخد واحده من الفرص الداخليه، طبعا انا عايز احسب الرياكشن هنا، فناخد واحده من القوه الكبيره دي او القوه الكونسنتريت احطها على الركيزه مباشره عشان تروح كلها للكاميرا بتاعتي. فهياخد الفرص ال 12 ونص دي او دي اي واحده فيهم، الاثنين هيحققوا نفس الكيس يعني سواء اخدت دي او دي نفس التوزيعه. في المثال بتاعنا هنا هو اخد الفرص دي، ها هيروح يحطها عند الركيزه كده مباشره ويبدا يرص الاحمال بتاعته طبقا للابعاد عادي خالص، مش هيغير حاجه. يعني هيجي هنا كده على مسافة 1.6 ويحط كمان فورس كونسنتريتد، والناحية التانية على مسافة 1.6 يحط الفورس التانية. طيب دلوقتي الفورس دي دخلت هنا اهي، طب المسافة اللي باقية هنا بعد 1.6 يبقى المسافة اللي باقية هنا 1.4، هل تكفي ان دي تدخلش معايا؟ لا ما تكفيش، يبقى خلاص دي كده مش ظاهرة معانا في اللود موديل. طب الناحية التانية الفورس دي دخلت موجودة هنا اهي، طيب على مسافة 8، هل تكفي ان يخش 4؟ ينفع، في عندي هنا في المسافة دي كده في عندي 6 من 10 أو 60 سنتي، يعني هحملهم بـ4 طن بر متر داش. خلاص كده أنا معايا السيستم بتاعي وأقدر أحسب الرياكشن عند الركيزة اللي في النص اللي هو الرياكشن لايف لود اللي إحنا بندور عليه، وده هحسبه برضو بنفس الطريقة بتاعة النسب العكسية للأطوال. إيه هي النسب دي؟ يقول لك إيه؟ يقول لك لو أنت عندك كاميرا بالشكل ده كده وجيت حاطط لي عليها ده هنا كده رياكشن على مسافة A من الركيزة دي ومسافة B من الركيزة دي والسبان اسمه L، ها فيقول لك إن الرياكشن عند الركيزة دي هيساوي نسبة من الآر. النسبة دي قد إيه؟ هي النسبة العكسية للطول، يعني هيساوي الآر مضروبة في الـ A اللي هو البعد البعيد على السبان الكلي، يبقى مضروبة في A على L، والعكس يحصل عند الركيزة التانية، الرياكشن هنا هيساوي الآر في الـ B على الـ L. فبرضه حضرتك لما تيجي تجمع الرياكشن اللايف لود ده هتعمل نفس القصه دي، هتقول لي يبقى في عندي هنا 12 ونص على الركيزه راحوا كلهم كاملين زائد 12 ونص في 1.4 على 3،
وهتلاقي الحمل ده اتكرر زيه الناحية التانية، يبقى برضه 12.5 في 1.4 على 3، يبقى هضربه في 2. طب الحمل الموزع هتيجي حضرتك تركزه هنا كده، ها يبقى عندي 6 من 10 في 4 ب2.4 في المسافة البعيدة على الاسبان الكلي اللي هو 3 من 10 على 3 متر. هتجمع الكلام ده يطلع الرياكشن بتاعك 24.41 من 100. خلاص هتروح تحط السيستم بتاعك وتحط أحمال اللايف لود، يبقى كاميرا سيمبل سبورتد 7.1 من 10 متر الاسبان بتاعها. عند أماكن الاسترينجر هلاقي الرياكشن اللايف لود بتاعنا اللي هو 24.41 من 100 طن. طبعا المومنت بتاعك يتحسب عند نص الاسبان او تحت اي حمل من الحملين القريبين من السنتر دول، هيديك نفس النواتج ما فيهاش مشكله. هتلاقي المومنت بتاعك ب 87 و88 من 100 متر طن. الشير اللايف لود هتلاقيه مجموع 2 رياكشن او باكيه واحده يعني او تراك من التراكين اللي موجودين دول اللي هو 48 82 من 100 طن. وبرده عود نفسك دايما ايه النتيجه اللي توصل لها حددها كده عشان لما تحتاج ترجع لها تاني. طب الديناميك افكت بقى او الديناميك فاكتور بتاعنا الفاي زي ما قلنا 73 من 100 زائد 2.16 من 100 على جذر ال ام باكس ناقص 2 من 10، دي المعادله بتاعته. ودايما بيكون الحدود بتاعته 1.1 من 10 لحد 2. طيب اللي هيختلف معانا او جديد معانا النهارده بالنسبه للكروس جيردر، ال ال ام باكس بتاعها زي ما الجدول بتاع ال ال ام باكس ده اللي موجود في كود الاحمال بيقول انه لما تيجي حضرتك تصمم كروس جيردر فال ال امباكت بتاعها بيساوي 2 البي يعني ضعف السبان بتاعها، يبقى هيساوي 14.2 من 10. طبعا لو كان في حد واخد المسافه الداخليه دي 1.8 من 10 من البدايه وهو بيرسم لاي اوت، كنت هتلاقي البي دي ب7.2 من 10، وكان ده هيبقى بكام؟ ب14.4 من 10 عادي خالص، ما عنديش مشكله في الكلام ده. هاخد ال ال امباكت ده اعوض بيه في المثال بتاعنا زي ما احنا شغالين. هتلاقي انه الفايل بتاعتك طلعت 1.34 من 100، محققة الرينج اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى ده كلام مظبوط وهاخدها واكمل بيها حساباتي عادي خالص زي ما انا. طبعا لو بره الرينج باخد الحدود بتاعتي زي ما قلنا الاسبوع اللي فات. الخطوة اللي بعد كده هبدأ ادخل التأثير الموفمنت او تأثير الحركة ده في احمال اللايف لود. ايه ده يا باشمهندس، انا مش هنجمع التوتال بقى دلوقتي واقول مومنت ديد ولايف وامباكت وشير ديد ولايف وامباكت، هقول لك لا خلينا دلوقتي مقسمينها جزء جزء عشان في انواع احمال جديدة عايزين نتكلم عليها. يبقى هحسب هنا كده المومنت لايف زائد امباكت اللي هو المومنت لايف لود مضروب في الفاي يبقى ب 117 76 من 100، والشير لايف وامباكت اللي هو الشير لايف لود مضروب في الفاي يبقى ب 65 42 من 100 طن. كده انا معايا المومنت ديد لود والشير ديد لود، ومعايا المومنت لايف زائد امباكت والشير لايف زائد امباكت. باشمهندس ايوه معلش، انا في الخطوه بس بتاعت لما كنت بجيب الديد اللايف لود في اللي هو الماكسيمم لايف لود على الايه على السترينجر، تمام فرضا يعني السترينجر اليمين والشمال الاطوال بتاعتهم تكفي لي الاربع كونسنتريتد لود. تمام يبقى هتدخل الاربعه، يبقى هتدخل في باكيه منهم هيكون يعني زي ما احنا بنقول هنا كده، احنا قلنا دي اللي دخلت عندي هنا، تمام يبقى هتلاقي الباكيه دي دخل فيها 2 كونسنتريتد لود، ودي هيدخل فيها 1 كونسنتريتد لود، وهتكمل هيكون معاك بقيه الاسبان كامل برضه بالحمل الموزع. تمام يعني لازم اوقف قوة منهم على اللي هو الكوس جد. اه طبعا، ما دي الورست كيس، الورست كيس ان يكون فيه حمل من الاحمال الكبيره جاي على الكروس جيردر مباشرة، يعني هيتنقل لها كامل مش هيبدأ يقلل نسبة منه. لو انت حاولت تغير او تعمل اللي في دماغك وتاخد الحمل كده بسيمترية وتحطه عند نص الركيزة هتلاقيه بيجيب قيمة اقل من قيمة الرياكشن اللي احنا حسبناها ده. تمام جدا يا باشمهندس، شكرا. تمام، العفو حبيبي. الخطوة اللي بعد كده يا شباب زي ما كنا بنقول هنشوف انواع جديدة من الاحمال. الشكل اللي ظهر معانا دلوقتي هي البريكنج فورس. يعني ايه البريكنج فورس؟ الراجل بيقول لك ببساطه كده، لو جينا نبص على البلان بتاع الكوبري هلاقي عندي ادي الكروس جيردرز كده، ادي السترينجرز، اتجاه حركه القطر طبعا كلنا عارفين ان هو في الاتجاه ده. فبيقول لك لو حصل اي مشكله او جه انذار للقطر او في عائق قدامه او حصل اي حاجه اضطرته ان هو يسحب فرمله فوق الكوبري، ايه اللي هيحصل؟ قال لك نتيجه الفريكشن ما بين العجل وما بين الريلز بتاعت القطر ومع حركة القطر كمان والتوقف فجأة، الكسور الذاتي بتاع القطر ده هيتحول
ليه فورس لاترال كده على المين جيردر، على الكروس جيردر بتاعتنا اللي احنا سميناها البي. قال لك هي دي البريكنج فورس، دي قوه الفرمله. طب دي هتعمل لي ايه يا باشمهندس؟ هتعمل لي زي ما انت شايف كده، هتعمل لي مومنت في البلان، يعني هتعمل لي ام واي. اه ده كده الكاميرا بتاعت النهارده هيكون عليها ام اكس اللي احنا كنا حاسبينه من شويه اللي هو المومنت الديد ها واللايف والامباكت، وهيكون عليها ام واي كمان. طيب البريكنج فورس دي بتتحسب ازاي؟ كود الاحمال مدي لك معادله كده بيقول لك بتساوي 1 على 4 مضروب في السمشن اوف ويل لود على النمبر اوف كروس جيردر. طب ايه السمشن اوف ويل جود اوف ويل لود؟ اللي هو مجموع الاحمال على الكوبري بكامل طوله. ازاي يا باشمهندس؟ طبقا للشكل اللي قدامك ده كده، ده شكل اللود موديل بتاعنا اهوت، الاربع احمال كونسنتريتد قبلهم وبعدهم فيه ها احمال موزعه. فاحنا خدنا اول فورس هنا حطيناها عند الركيزه، وده طبعا السبان بتاع الكوبري اللي هو ال ال 27 متر كلهم. بدات ارص الفورس كونسنتريتد بتاعتي، وبعد كده كملت الاسبان كله بحمل موزع. طب ليه بنعمل كده يا باشمهندس؟ عشان احنا عايزين نجيب اكبر كتله للقطر ممكن تكون موجوده على الكوبري في لحظه الفرمله. ليه برضو؟ عشان زي ما قلت لك من شويه البريكنج فورس دي في الاخر هي نتيجه القصور الذاتي بتاع كتله القطر اللي بتتحرك، نتيجه الوزن اللي بيتحرك ده واللي ماسك فرمله فجاه. فانا عاوز احسب اكبر كتله تكون موجوده اللي هو السمشن اوف ويل لود ها على السبان بتاع الكوبري ها، وباخد منه نسبه 25% هي دي البريكنج فورس بتاعتي. طب النمبر اوف كروس جيردر هو النمبر اوف بانلز اللي هو عدد الباكيات مضاف اليها واحد، احنا الكوبري بتاعنا ده كان 9 باكيات زائد واحد تبقى 10. طيب السميشن اوف ويل لود يا باشمهندس تجميع جبري عادي جدا ما فيهوش اي حاجه زياده. حضرتك حطيت الفرصه دي، المسافات ما بينها ستاندرد، الحمل الموزع هتاخد الاسبان اللي هو ال وتطرح منه المسافات اللي انت جمعتها هنا اللي هي 5.6 يبقى 21.4، يبقى عندي 4 في 12 ونص زائد 4 طن بالمتر داش في 21.4، دي مجموع الاحمال بتاعتي. هقسمها على 10 اللي هو النمبر اوف كروس جيردرز ها، اضربها في 25%، يبقى البريكنج فورس بتاعتي ب 3.39 طن. ده كده جميل يا باشمهندس. يلا بقى نحطها على سيستم ونحسب الام واي. هقول لك لا، محتاجين نفكر هنا لحظه. في البلان بتاعنا كده اللي هيحكم شكل السيستم بتاعتي بتاع الكاميرا سواء كانت سيمبلي سبورتد او الشكل هيتغير هو شكل البريسنج. فلو حضرتك كنت بتستخدم اكس بريسنج فده معناه ها ان الكاميرا بتاعتي ريستريند عند النهايات فقط، يعني ليها ركائز عند النهايات فقط، وبالتالي السيستم بتاعها هيكون بالشكل ده كده سيمبلي سبورتد بيم زي ما احنا قلنا عادي خالص ها. البريكنج فورس دي هتتحط هنا كده في الاماكن بتاعت السترينجرز عادي خالص، واحسب منها المومنت. طيب لو كنت بتكلم على كي بريسنج، لو بتكلم على كي بريسنج اللي ملاحظ كده لقيت الدنيا مختلفه. لا ده انا هنا الكروس جيردر بتاعتي متثبته في النهايات في المين جيردر وفي البريسنج، والكي بريسنج جه في النص هنا وعمل ايه؟ اه ثبت لي نقطه كمان زياده. طب ده يخلي السيستم بتاعها شكله ايه؟ اه يخليها كونتينوس بي، يعني في كونتينيوتي في النص هنا كده، وهيبقى في عندي برضو الرياكشن بتاع السترينجر هينزل في اماكنها عادي خالص زي ما هي، يعني في كل مكان سترينجر هحط رياكشن بالشكل اللي انا عملته ده كده تمام. وفي الحاله دي طالما في كونتينيوتي يبقى مش هيتحل بالطريقه العاديه، مش هيتحل زي دي بسهوله. انت هنا ممكن تستخدم بقى 3 مونت ايكويشن او اي طريقه من طرق حساب المومنت. احنا في المثال بتاعنا كنا بنتكلم على اكس بريسنج من ساعه ما رسمنا اللاي اوت طبقا الابعاد بتاعتنا طبعا، وبالتالي الاقي السيستم بتاعي زي ما هو سيمبلي سبورتد كده، وهروح احط عليه الفورس كونسنتريتد بتاعتي اللي هي البريكنج فورس في اماكن السترينجرز اللي هي 3.39 طن. ومن الكلام ده هروح احسب المومنت على طول اللي هو الام واي عند نص الاسبان عادي خالص، يطلع ب 12.2 متر طن. طبعا اللي شغال على كوبري ديك زي الحاله اللي معانا دي كده لحد كده انت خلصت الحسابات بتاعتك بتاعت الاحمال، يبقى دلوقتي تجمع بقى المومنت ديد ولايف وامباكت، تجمع الشير ديد ولايف وامباكت ومعاك الام واي، وهتدخل بعد كده على خطوه الديزاين. ده بالنسبه للي عنده كوبري ديك. طب اللي عنده كوبري بني يا باشمهندس، اللي عنده كوبري بني هيبقى في عنده كمان اديشنال مومنت ام اكس تحديدا. طب اديشنال مومنت ده جاي من ايه؟ فاكرين كده لما جينا نتكلم في اللي اوت وقلنا ان احنا هيكون عندنا نتيجه ان ده كوبري بني ونتيجه ان احنا الكلير هايت بتاعنا فيه مشكله، فاحنا نزلنا منسوب الحركه هنا وخليناه تحت كده عشان نوفر كلير هايت لحركه القطر، وبالتالي اضطرينا نلغي ها الابر بريسنج عشان ما يقفلش مسار الحركه، واستعضنا عنه بموضوع البراكتس دي كده.
طب ايه اللي نتج من الكلام ده برضه يا باشمهندس؟ البراكتس دي حولت الشكل بتاع قطاع الكوبري لشكل يو فريم، يعني بقى قطاع كله ريجيد كده عباره على شكل حرف يو زي ما انت شايف كده، اللي هو الشكل اللي قدامنا ده. طيب لما احنا شلنا الابر بريسنج وحطينا براكت، هل احنا كده منعنا الحركه بتاعت الابر فلانج 100%؟ قال لك لا، برضه هيفضل طول الوقت فيه نسبه من الفلكسبيليتي. طيب الفلكسبيليتي دي تعمل ايه بقى؟ نعمل شكل قدامنا ده كده في الناحيتين يعني يمين وشمال، طول ما القطر بيتحرك هنا هتلاقي الفلانجه دي ايه عماله تتهز معاك رايحه جايه كده، بتقفل وتفتح، او هتلاقي اليو فريم ده عمال ايه ها يضم على بعضه ويفتح لبره، يضم ويفتح لبره بالشكل اللي قدامك ده كده. طيب نتيجه الفلكسبيليتي ونتيجه الكلام ده، الناس خدوا الحركه دي او الديفورميشن اللي بيحصل ده وراحوا حولوه لفورس. راحوا حولوه لايه؟ لفورس. الفورس دي ليها قيمتها اف. طب وبعدين يا باشمهندس، الفورس دي لما حضرتك تاخدها وتضربها في ذراع العزم اللي هو من سنتر الكروس جيردر لحد الفورس بتاعتك اللي هو الار ده، ها هتدي لك المومنت اللي هو الام اكس اديشنال. ايه بقى الموضوع اللي عندنا؟ الفورس دي يا باشمهندس ما لهاش اتجاه محدد، دي فورس ها بتضم لجوه وتطلع لبره زي ما احنا قلنا، الفريم ده عمال يضم ويفتح يقفل ويفتح كده. طب لو خدنا الاتجاه بتاع لبره يعني فورس عكس الاف اللي موجوده دلوقتي، هتقولي المومنت ده كله هيتعكس، الام ده هيبقى لجوه هنا والام الاديشنال ده هيبقى نيجاتيف لجوه، وبالتالي ده هيكون في السيف سايد لانه هينطرح من ام اكس توتال اللي هو ديد ولايف وامباكت. ولكن الحاله بتاعتنا دي كده ان الفورس تكون بتضغط ها على الفريم لجوه كده من الناحيتين، دي الورست كيس عشان هتعمل لي ها ام اكس اديشنال، وده اللي انا بدور عليه، انا عايز امن نفسي ضد اسوأ حاله تحميل. عشان كده خدنا اتجاه الفورس الداخلي، انما هو في الحقيقه ها الفورس دي ايه؟ بتتغير، عماله تقفل وتفتح بالشكل ده كده، فاحنا بناخد اسوأ حاجه. طيب المومنت بتاعنا زي ما قلنا ها ببساطه كده هو بيساوي الاف في الار، الفورس في ذراع العزم بتاعها. طيب الار حضرتك تقدر تحسبه ببساطه، انت رحت رسمت لاي اوت ولما جيت تحسب الدبس بتاع ها الكروس جيردر دي كده، قلت لي هاخد البي بتاع الكوبري على معامل من 7 ل 9، حسبت الدبس ده حتى ولو بالتقريب، وحسبت لي كمان الدبس بتاع المين جيردر اللي هو السبان مقسوم على 10، هتقدر ببساطه تطرح الدبس بتاع المين جيردر ناقص نص الدبس بتاع الكروس جيردر هو دي الار بتاعتك. طيب الجزء اللي باقي لي في حساب المومنت هو الاف، الفورس نفسها. الفورس قال لك بتساوي السي على 100. طب وايه السي بقى؟ السي محسوبه هنا اهي، ها السي هي الكمبريشن فورس في الابر فلانج، الكمبريشن فورس في الابر فلانج اللي جايه نتيجه ايه يا باشمهندس؟ اللي جايه نتيجه الاحمال التوتال على المين جيردر. يعني ايه؟ يعني بتساوي المومنت التوتال اللي هو الام ديد ولايف وامباكت على المين جيردر اللي انت حسبته وانت بتصمم المين جيردر، مقسومه على الواي سي تي اللي هي المسافه ما بين سنتر ها الكمبريشن والتنشن فلانج. طب هل هنقعد نحسبها يا باشمهندس اكزاكت والكلام ده؟ لا طبعا، انت حسبت الدبس ده كده اللي هو الدبس التوتال اللي هو الاسبان على 10، بناخد الواي سي تي 97% او 99% على حسب سنجل تراك او دبل تراك، بتاخد القيمه بتاعتك دي كده وايه وتاخد المومنت من جيردر وتشتغل عليه. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني اللي عنده كوبري بني لحد الخطوه اللي احنا عملناها دي هيحسب لحد الخطوه اللي فاتت لحد البريكنج فورس، وهيجي كده يعمل عنوان هنا كده بنسميه اليو فريم اكشن اللي حصل ده يا شباب، اسمه اليو فريم اكشن. هتكتب يو فريم اكشن وهتسيب الحته دي فاضيه لحد لما تروح تصمم المين جيردر وتحسب المومنت، ترجع تحسب الام اكس الاديشنال وتعمل عيد تشيك بس. زي ما انت تشوف كمان شويه الام اكس الاديشنال ده ملوش اي ظهور في التصميم غير ان انا هعمل تشيك بس على الايه؟ على الاديشنال مومنت الاكثر ولا اقل. تمام كده؟ يبقى انت هتحسب اللي عنده كوبري بني هيحسب الاحمال لحد الجزئيه بتاعه البريكنج فورس ويكتب اليو فريم اكشن ويوقف لحد عندها لحد لما ايه ياخد المومنت بتاع المين جيردر ويرجع يكمل حسابات الاحمال بتاعته ويجمع التشيك بتاعه. يبقى عندك هنا كده الماكسيمم سترينج اكشن الام اكس هيساوي الام توتال ديد ولايف وامباكت زائد الام اكس اديشنال. ها يبقى هو هنا كده خد المومنت ديد لود جمعه على الام لايف وامباكت اللي كنا حسبناها من شويه، وجمع عليهم الام اكس اديشنال الناتج عن ايه؟ عن اليو فريم اكشن. طب هنا يا باشمهندس قيمته كام؟ 124.51. ايه ده؟ ده القيمه دي هي قيمه الام ديد ولايف وامباكت بس، امال فين الاكس اديشنال؟
هفكرك اقول لك ان احنا شغالين على مساله كوبري ايه، ها كوبري ديك، ما عنديش اصلا ام اكس اديشنال، احنا هنا عاملين دي بس كده للتوضيح ما حدش يتلخبط. طالما عندك كوبري ديك يبقى انت على طول ايه بتجمع سترينج اكشن وما عندكش يو فريم اكشن. نفس الكلام هروح احسب الام واي، هنقلها مباشره، دي طبعا موجوده سواء كان يو كان ديك او بونيا ما فيهاش اختلاف يعني. مش الكيو مودل من باكت برضه هجمع يبقى 69 و19 من 100. ايوه ال ام واي في حالة الثري مومنت ايكويشن هيبقى يعني المومنت اللي تحت ولا السالب، هتاخد القيمة الماكسيمم بقى، وفي الغالب سالب او هتكون هي موجب. النيجاتيف، يعني هتكون هي النيجاتيف اللي عند الركيزة في الغالب. تمام ماشي يا باشمهندس. ماشي يا باشمهندس، يعني انت المفروض هترسم الثري مومنت ايكويشن، هتحلها هتاخد اكبر قيمة مومنت فيهم، هو كده كده في سيمترية في التوزيع بتاعها، يعني انت هتلاقي السيستم بتاعك كده باكيتين كونتينوس، هتلاقي فيه مومنت نيجاتيف وفيه مومنت بوزيتيف في الباكيتين، هتاخد المومنت الكبير منه سواء النيجاتيف او البوزيتيف اي واحد فيهم. تمام الكبيره هتعمل بيها تشيك، وطالما هي عملت تشيك وسيبت يبقى القيمه الثانيه هتسيب خلاص ما فيهاش مشكله. طب سؤال تاني يا باشمهندس، انا الفرد في الاول البي فرده ب 88، المسافات بقى اللي هي في الاخر خالص عندي دبل تراك تمام، وبني اخليها بدل 81 1.75 ولا فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة، احنا قلنا المسافة النهائية دي بتكون في حدود من 1.7 لحد 1.9 أو ممكن أزيد من كده، بس هي ما تقلش عن 1.7 يعني، تمام فدي ما فيش فيها مشكلة. ماشي يا باشمهندس، نكمل يا شباب لحد الخطوة اللي فاتت دي. احنا كده خلاص جمعنا السترينج اكشن بتاعتنا كلها التوتال، هنبدأ ندخل على الديزاين، وبرضه بنشتغل بالمعادلة بتاعة المومنت اللي هي المومنت او الاسترس يعني بيساوي الام على الاس اكس بتاعة القطاع. فمعاك الالو الاسترس اللي هو الاف ماكسيمم، ومعاك المومنت تقدر تحسب منه ها الاس اكس ريكوايرد. فاول خطوة عندي هحسب الاف ماكسيمم باستخدام الاف اس ار اللي هو الفاتيج ستريس رينج على 1 ناقص الام ديد، ها على الام ديد ولايف وامباكت. ودايما خلي بالك قيمه الاستريس الاف ماكسيمم ده كده، ده القيمه الريديوسد او القيمه المخفضه نتيجه الدايناميك افكت، فاتوقع دايما ان هي تكون اقل من او تساوي الالاوبل ستريس بتاع ايه، ها القطاع في الاستاتيك لود العاديه خالص اللي هو 64% في حاله القطاعات الهوت رولد، و58% في حاله القطاعات البيلت اب سيكشن. يعني هما هنا مكتوبين كومباكت ونون كومباكت على اعتبار ان النون كومباكت مش هيحصل الا في البيلت اب، دايما بيكون الكومباكت هوت رولد. ولكن الغي حته الكومباكت ونون كومباكت دي، هي مرتبطه اكتر ايه، خليها هوت رولد وبيلت اب علشان ما تتلخبطش فيها. يبقى انا بحسب الاستريس بتاعي من المعادله وبقارنه بالقيمه دي. طب الاف اس ار يا باشمهندس، كنا الاسبوع اللي فات ثبتناها بالنسبه للسترينجر، يقول ان هي دايما ثابته مهما اغير في الابعاد بتاعتي ما بتتغيرش، ولكن لما نيجي على الكروس جيردر هلاقي الاف اس ار لما حضرتك تيجي تحسبها اكزاكت بتتغير بناء على حاجتين. الحاجه الاولى هي شكل البريسنج، شكل نوع الكوبري بتاعك هو سنجل تراك يعني بينقل سكه واحده ولا دبل تراك بينقل سكتين، كمان شكل البريسنج اكس بريسنج ولا كي بريسنج. فهتلاقي لو انت بتتكلم على كوبري سنجل تراك واكس بريسنج يبقى الاف اس ار 1.68 ما اتغيرتش، لو سنجل تراك وكي بريسنج يبقى 1.12 من 100، لو دبل تراك واكس بريسنج 2.52، لو دبل تراك وكي بريسنج تبقى 2 طن على سنتيمتر مربع. الجدول ده طبعا حضرتك هتبقى ايه مضطر تحفظه، وانت مش مضطر ولا حاجه، انت في خلال الترم احنا شغالين مع التكرار هتلاقي نفسك حفظته ما فيهوش مشكله يعني. طبعا احنا شغالين على الحاله بتاعتنا، الكوبري بتاعنا كوبري دبل تراك ها واكس بريسنج، يبقى انا بتكلم على 2.52 من 100 طن على سنتيمتر مربع، خدها هو هنا عوض بيها وعوض بالمومنت الديد والمومنت التوتال اللي حسبناه من شويه، فطلعت الاف ماكسيمم بتاعتي 2.66 من 100 طن على سنتيمتر مربع. اقارنها بكام بقى؟ انا هنا داخل اصمم قطاع اتش اي بي، فانا عارف ان ده قطاع هوت رولد يعني بتكلم على القيمه دي، يبقى هحسب 64% الاف يلد، يبقى 64% في 2.8 هتلاقيها ب 1.79. المعادله جابت رقم اكبر، وده معناه ان المعادله في الحته دي خرفت. زي ما قلنا قبل كده المعادلات دي معمول لها فيتنج، يعني معادلات متلفقه ما بتعبرش عن معنى حقيقي. فانا متوقع ان الاف ماكسيمم اللي هحسبه هيحصل له ريدكشن نتيجه دخول الديناميك افكت معايا. طب لو ما حصلش ريدكشن من المعادله، ده معناها ان الديناميك افكت كان بسيط ومش محتاج اعمل ريدكشن، فبتلغي ها
الترم ده كده وتقول له يبقى انا هاخد الاف ماكسيمم بتاعتي بتساوي ايه؟ 1.79 طن على سنتيمتر المربع مباشره، وهي دي اللي هتكمل بيها الحل بتاعك. الخطوه اللي بعدها عشان تحسب الاس ريكوايرد او الزد بتاعت القاع يعني، او الاس ايا كان مسماها مش هنختلف، فهتاخد المومنت اللي عندك التوتال ديد ولايف وامباكت هتضربه في 100 عشان تخلي كله بالطن والسنتي وتقسمه على الاف ماكسيمم اللي هي ب 1.79، هيطلع 6956 سنتيمتر كيوبيك. هتدخل في جدول القطاعات على صفحه الاتش اي بي وتبدا تدور في قطاع الاس اكس بتاعته اكبر من الرقم المطلوب. طبعا احنا هنا جربنا قطاع واثنين في المثال بتاعنا، فاحنا لخصنا لك كده على طول ان احنا هنشتغل على قطاع اتش اي بي رقم 1000 او الدبس بتاعه متر يعني، الاس اكس بتاعته 12890 والاس اكس بتاعته والاس واي 1085 سنتيمتر كيوبيك. كده انت عملت تشيك على الام اكس وعملت بيه ديزاين بالفعل، فانت مش محتاج تعمل تشيك على الام اكس تاني. الخطوه اللي بعدها هتعمل تشيك على الكومبايند ستريسز نتيجه الام اكس والام واي. طب ده بيتعمل ازاي يا باشمهندس؟ معادله التشيك الاستريس البسيطه خالص، انك هتحسب الاستريس نتيجه ام اكس وتزود عليه الاستريس نتيجه ام واي وتخرجهم بالقلاول. طب الاستريس نتيجه ام اكس اللي هو الام اكس على الاس اكس الاكشوال بتاعه القطاع اللي احنا جبناه اللي هو الاتش اي بي رقم 1000 زائد الام واي على الاس واي الاكشوال برضه بتاعه القطاع اللي احنا طلعناها دي 1085، وتكون اقل من او تساوي الاف ماكسيمم اللي احنا لسه حاسبينها من شويه اللي هي دي ماكسيمم الاول ستريس اندر فاتيج لود مضروبه في 1.2. دي الحاجه الغريبه شويه، ايه بقى الموضوع 1.2 ده؟ ده الالوبل ستريس، ليه زودته 20%؟ علشان الموضوع بتاع الام واي ده كده او البريكنج فورس احنا بنصنفها دايما من هي من الاحوال من السكندري لودز او من الاحمال السنويه يعني، يعني ايه؟ يعني ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. وكود الاي اس دي كان بيقول لك توصيه صريحه كده دائما، لو حضرتك بتشتغل على احمال والسترنج اكشن بتاعتك فيها احمال سنويه فمن حقك كديزاينر تزود الالوبل ستريسز كام؟ 20% عشان تراعي الموضوع الاقتصادي. فدي قاعدة ثابتة في الكود القديم بتاع الـ AS دي، لو حضرتك تشتغل على مجموعة أحمال وداخل فيها أحمال سنوية من حقك تعالي الألوبل ستريس كام؟ 20%، يعني تضربه في 1.2. لو جيت طبقت الكلام ده يبقى هاخد المومنت التوتال اللي عندي اللي هو الـ MX يعني في 100 على الـ SX زائد الـ MY 12.2 في 100 على الـ SY، هجمع الكلام ده يطلع 2.9 طن على سنتيمتر مربع. أقارنه بكام بقى يا شباب؟ ب1.2 الاف ماكسيمم اللي هو انا لو حسبته 1.2 في 1.79 يطلع 2.14، والكلام ده يقول لي ها ان الكومبايند ستريس ايه؟ سيف. طب لو كانت طلعت اكبر من 12 من الالوبل ستريس يبقى ان سيف ومحتاج اكبر القطاع، هاخد القطاع اللي بعده واعمل تشيك بس على ايه؟ اعيد التشيك على كومبايند ستريس، ما اقعدش تشيك اعمل تشيك على الاول تاني خالص. طب باشمهندس اللي بعدها اتش اي بي 1000 بعد منهم فيه الايه؟ يعني لو الالف ده طلع انصيف ما هو ده اخر قطاع، هتاخد القطاع اللي بعده مش الالف ده اخر قطاع في الاتش اي بي الايه؟ مش الاتش اي بي 1000 ده اكبر حاجه؟ لو انت بتشتغل على قطاع هتاخد القطاع اللي بعده. طب لو انا خدت اكبر قطاع في الجدول يا باشمهندس ومش مسيب، ده اللي انت تقصده، لو انا خلصت لو انا عندي واخد اكبر قطاع في الكاتيجوري بتاعت الاتش اي بي ومش مسيبه، الحل إيه؟ الحل بعد كده انك تشتغل بلت اب سيكشن بقى، تيجي بنت بلتات تقطعها تعملها فلانجات ويب وتشتغل. ما اصل انا مش فاكر البلت اب سيكشن. هو مش محتاج تبقى فاكره، اصل الموضوع بسيط، انت في الاول في الاخر لما تيجي تعمل بلت اب سيكشن انت بتحكم الدايمنشن بتاعته. صعوبة البلت اب سيكشن اللي انت مش فاكرها واللي ملخبطاك دلوقتي، لو انا القطاع بتاعي نان كومباكت او سلندر، يعني لو القطاع مش كومباكت، ده اللي كان فيها شويه ايه حاجات غريبه ويقول لك تاخد الاستريس قيمته متغيره وتعمل ريدكشن في الاستريس عشان القطاع بقى نان كومباكت والقصه دي. طب ما انت اعمل بلت اب سيكشن وخليه كومباكت برضه، ايه المانع يعني؟ يعني ايه تاني؟ يعني حضرتك اخدت الاتش اي بي رقم 1000 من جدول القطاعات زي ما احنا عملنا كده، ده اكبر حاجه موجوده عندك، مع ان انا اعتقد انه موجود لحد 1300 تقريبا، بس خلينا نتكلم ان 1000 ده اكبر حاجه، ولقيته ان سيف، خلاص حضرتك بالفعل معاك الدايمنشنز بتاعه ال1000
يعني معاك الاتش ويب والتي ويب بتاعته، ومعاك التي فلانج ابر ولور، معاك ومعاك البي فلانج، الكلام ده كله خد الدايمنشن دي وابدا زود عليها. فهمتني يا باشمهندس؟ بنسب قد ايه الايه؟ بنسب قد ايه الزياده اللي زود عليها؟ لا انت حر بقى، يعني ده البيلت اب سيكشن انت حر، الديزاينر بيحط الدايمنشن اللي هو عايزها. تمام، بس طبعا تراعي انك تكون ذكي. يعني هو هنا مثلا في القطاعات الجاهزه ممكن تلاقي تخانه الويب بيقول لك 86 من 100 ملي سنتي، يعني 8 ملي و6 من 10. طبعا في القطاعات البيلت اب ما فيش الكلام ده، التخانات في البيلت اب تخانات ثابته، فانت هتقربها لارقام صحيحه. يعني التخانات في البيلت اب بستيب 2 ملي ما عدا النص بس، ال 5 من 10 يعني، فاهمني؟ يعني ممكن تلاقي بليت تخانه 2 ملي 4 ملي 6 ملي 8 ملي، مش موجود في الارقام الفرديه غير 5 بس. برضو فوق الواحد سنتي مثلا تلاقي واحد واثنين، واحد واربعة، واحد وستة، واحد وثمانية، مش موجود في ارقام الفردي غير واحد ونص اللي هو 15 ملي، وهكذا. فانت بس تمام. تراعي انك تقرب التخانات بتاعتك للارقام اللي هينفع تتنفذ في الحقيقة. وبعد كده انت هتحسب بقى الاي اكس للقطاع اللي انت هتعمله بالت اب والكلام ده، وتحسب الاس اكس والاس واي، وتكمل الحل بتاعك عادي. تمام يا باشمهندس. ماشي يا باشمهندس. الخطوه بعد كده يا شباب هنعمل تشيك على الشير ستريس، هنحسب الكيو اكشوال اللي هو الكيو ديد ولايف وامباكت على الاتش ويب في التي ويب، طبعا للقطاع الاتش اي بي اللي موجود معانا. زي ما كنت بقول لك كده هتلاقي هنا الاتش ويب ب 100 والتي ويب هو بيقول لك 19 مللي، يعني 1.9 من 10 زي ما هي موجوده في جدول القطاعات. هتقسم عليها الكيو ديد ولايف وامباكت، يطلع الكيو شير او الماكسيمم اكشوال شير ستريس 36 من 100 طن على سنتيمتر المربع. هقارنها بالالاو الستريس اللي هو 35 من 100 الاف يلد، طبعا الستيل 44 الرقم ده الاكثر رقم مشهور، 98 من 100 طن على سنتيمتر المربع. هلاقيها اقل منها يبقى هقول له ده كمان ايه الشير ستريس برضو سيف، ما عندناش فيه مشكله. وزي ما كنت بقول لكم السكشن اللي فات انه في الهوت رول سيكشنز دايما بيكون الشير ستريس سيف بزياده. يعني لو حضرتك شايف كده ده تقريبا واحد وده التلت، يعني القطاع شايل تلت الكباسي بتاعته، يقدر يشيل كمان لحد ايه قد الحمل ده كمان مرتين. ولكن انت مجبر لان الهوت رول سيكشنز ما فيهاش، يعني ما تقدرش تلعب في الدايمنشن، مش تغيرها. تقدر طبعا توفر بقى وتقلل تخانه الويب ده لو حضرتك بتعمله بلت اب زي ما كنت بتسال من شويه. اخر تشيك عندنا اللي هو لاترال تورشنال باكلينج. الموضوع ببساطه يا شباب زي ما انتم عارفين كده، لما كنا بنقول واحنا سنه ثالثه ان لو انا عندي كاميرا اي سيكشن كده وحطيت عليها مومنت البوزيتيف بتاعنا العادي خالص، فتحت هنا عندي تنشن وفوق هنا ايه عندنا كومبريشن، كنا بنخاف ان الكاميرا دي يحصل لها ايه، يحصل لها لاترال تورشنال باكلينج ويحصل لها ديفورميشن بالشكل ده كده. طب ده بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان يكون الطول التثبيت عندي في الاتجاه اللاترال. يعني لو انا بقول ان الكاميرا دي متثبته في الاتجاه اللاترال كده بالسترينجرز بالشكل ده كده هنا، متثبته طبعا في المين جيردر. فعلى حسب الطول الكبير، لو في طول من الاطوال الداخليه دي قيمته كبيره يسمح بان اللاترال تورشنال باكلينج يحصل، فهيحصل. ده الاساس فيها. وعلشان كده لما تيجي تعمل شيك على لاترال تورشنال باكلينج بتاخد ال ان سبورت الاكشوال اللي هو ايه بقى، اللي هو اكبر مسافه مش مثبته، هنا 9 من 10، هنا 1.8، هنا 1.7، وهناك زيهم متكرر تاني. يبقى اكبر طول مش مثبت اللي هو كام، 180 سنتي. وبتروح تقارنه بحاجه بنسميها ال ان سبورت كود اللي هو المينيمم من المعادلتين دول، المعادله دي والمعادله اللي تحت. هفكرك كده بسرعه، كنا في سنه ثالثه لما تيجي حضرتك تعمل تشيك على الفليكشر عشان تحسب الكباستي بتاعه القطاع، كنت رقم واحد بتحدد نوع القطاع كومباكت ولا نون كومباكت ولا سلندر. كنت بعد كده بتروح تحسب ها ال ال بي، وبعد كده تحسب ال ال بي ها، وتحسب ال ال ار. لو ال ال بي كانت اقل من ال ال بي فده معناها انه القطاع متثبت على مسافات صغيره ومش هيحصل لاترال تورشنال باكلينج، وبالتالي ها القطاع كان هيجيب اعلى كباستي اللي هي المومنت بلاستيك. طب لو كان اكبر من ال ار معناها ان القطاع هينهار بدري في الالاستيك مومنت. يعني ما بينهم كنت بتقعد تحسبها من المعادلات والانتر اكشن والكلام اللي كنا بنعمله ده. الكلام اللي حصل في كود ال ار اف دي هو التطوير بتاع كود الاي اس دي اللي حضرتك شايفه على الشمال اللي احنا بنشتغل بيه ده كده. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني ال ال بي
اللي كنا بنسميها زمان ال ال انسبورت اللي هو الانسبورتد لينس للكومبريشن فلانج، وتعريفها في الكود بنفس التعريف يعني هو سماها ال بي بس سماها برضو ايه الانسبورتد لينس للكومبريشن فلانج ما اختلفتش. ال ال بي اللي هو طول التثبيت اللي انا لو قليت عنه مش هيحصل ايه يا شباب، مش هيحصل تروشنال باكلينج، كانت معادلته لو انت فاكر 80 ار واي على جذر الاف فيلد، فيها شبه كبير قوي من المعادله دي للي مركز هنا 20 بي فلانج على جذر الاف فيلد. ها ال ال ار الطول اللي بيفرق لي اذا كان القطاع بتاعي هنهار الاستيك ولا لا، كانت المعادله بتاعتها ما اعرفش 1380 في الاريا فلانج في السي بي على الدبس في الاف ال في الجذر التربيعي، القصه الطويله العريضه اللي كنا بنعملها دي برضه هي نفس المعادله اللي هنا اهي. وده يؤكد لك انه اللي بيحصل في الاكواد هو تطوير قليل قوي لما بنغير في القصه دي. فهو اللي حصل ان هم في موضوع ال ان سبورت ده اخدوه ودمجوه في المعادلات بتاعه الكباستي، فاحنا هنا مضطرين نرجع لكود الاي اس دي علشان احنا بنصمم الكباري حتى الان بكود الاي اس دي هو اللي معتمد في التصميم بتاعها يعني. لكن انا بس بقرب لك الصوره عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. طيب في الكود القديم كنا بنعمل ايه بقى؟ تحسب ال ان سبورت الاكشوال اللي هو 180 سنتي زي ما قلنا، بتروح تحسب ال ان سبورت كود، وهنا بقى هو مش مفصلها يعني هو هنا مش عملها ستيج واحد اللي هي اقل من ال بي وستيج 2 و3، لا هو عملها كلها ايه على بعضها. فيقول لك ال ان سبورت كود لازم تكون اقل من الاثنين مجتمعين. طب ايه اقل من الاثنين مجتمعين؟ يعني اقل من المعادله دي واقل من المعادله دي، يقول لك كده يبقى انا كده ضمنت ان مش هيحصل ثلاث تورشنال باكلينج. طب ده معناه ايه يا عم الحاج؟ معناه ان الالاوبل ستريس بتاعي ها ما زادش عن الالاوبل ستريس او الالاوبل كومبريشن ستريس بتاع الستيل عادي اللي هو 64% الاف فيلد في حاله الهوت رولد و 58% الاف فيلد في حاله البيلت اب سيكشنز. طيب لو زادت عن اي واحده فيهم يعني لو ال ان سبورت كود ها لو ال ان سبورت اكشوال بقت اكبر من اي قيمه من القيمتين دول من المعادله دي او المعادله دي، فده معناه ان في عندي احتماليه ان لاترال تورشنال باكلينج يحصل، ووقتها بروح احسب ستريس الاول اسمه الاف لاترال تورشنال باكلينج اللي هو ريديوسد كومبريشن ستريس نتيجه اللاترال تورشنال باكلينج. وطبعا ده هنشوف قصته بالتفصيل لما نيجي نتكلم في المين جيردر. هنا في الحته بتاعه الكروس جيردر دايما وابدا بتلاقي التشيك ده بيطلع سيف فمفيش فيه مشكله، عشان كده هتلاقي حتى الدكتور في المحاضره ما عملش عليه ستريس ولا اتكلم عنه ولا وقف عنده كتير، احنا كده كده متعود انه يطلع سيف. فلو حضرتك طبقت هنا كده 20 ها في البي فلانج اللي هو البي فلانج في الاي سيكشن بتاعنا والاتش اي بي 1000 اللي احنا اخترناه على جذر 2.8 تطلع 358 سنتي، هنا 1380 في الاريا فلانج اللي هي 30 في التخانه 3.6، السي بي اللي هو الموديفيكيشن فاكتور بتاع المومنت، الكاميرا اللي معانا كاميرا سيمبلي سبورتد المومنت اللي عليها يونيفورم ديستريبيوتد لود يعني بارابولا، فده يقول لك ان السي بي بكام؟ ب 1.13 زي ما كنا كلنا عارفينها برضو من قبل كده. الدبس بتاع القطاع ها اللي هو ال 1000 مللي يعني ب 100 سم، في الاف فيلد 2.8 برضو تجيب لك 600 او اكتر من 600 سم. فهلاقي هنا ان الشرط بتاعي اتحقق وان ال اكشوال ها اقل من اقل قيمه من المعادلتين دول، يبقى كده برضو ايه في السيف سايد ومش هيحصل عندي لاترال تورشنال باكلينج. التشيك ده في الغالب لو انت بس عايز تعمله دايما بيتعمل بنفس الصوره دي كده اللي هو تكتب المعادلات وتعوض فيها وبيطلع سيف وتقول له اه سيف ما بيكملش. في المين جيردر ان شاء الله لما ندخل في الديزاين بتاعها هنتكلم عنه باستفاضه شويه وهتلاقي فيه تفاصيل اكتر هنتكلم عنها. طبعا لحد الخطوه دي كده يا شباب يبقى احنا عملنا حسابات الاحمال للكروس جيردر بتاعتي ديد ولايف وامباكت، حسبت كمان البريكنج فورس، حسبنا الاديشنال مومنت نتيجه اليو فريم اكشن. لحد الخطوه دي كده يا شباب جيت بعد كده عملت التشيكات بتاعتي، حسبت او اخترت القطاع بتاعي بناء على الام اكس التوتال اللي هو ها ديد ولايف وامباكت مضاف الى الام اكس اديشنال في حاله البوني بريدج، اخترت منه القطاع، عملت تشيك على كومبايند ستريس ام اكس وواي، بعد كده عملت تشيك على شير ستريس، واخر حاجه تشيك على اللاترال تورشنال باكلينج عشان اضمن ان القطاع بتاعي مش هيحصل له لاترال ديفورميشن. لحد كده يا شباب احنا خلصنا الديزاين ها بتاع الكروس جيردر بتاعتنا، وبرده خلصنا السكشن بتاعنا بتاع النهارده، وانا معاكم في انتظار بقى لو في حد ليه اسئله في القصه بتاعه النهارده دي. اتمنى يا شباب انكم تكونوا استفدتوا حاجه من موضوع النهارده، وفي انتظار لو في حد الاستفسارات.